مرحبا بك سيد الوزير، مرحبا مجددا على رأس وزارة الداخلية. اليوم القيروان تحتفل في أجواء آمنة إن شاء الله. مرحبا بك. الحمد لله. بالضبط احنا جيت هنا باش نواصل متابعة التحقيق الأمني والوحدات الأمنية باش نشارك أهالي القيروان الاحتفال بمولد أبو الشريف السنة حميدة. سعدت الحقيقة أني شفت أجواء احتفالية منعشة، شفت الفرحة مرتسمة على وجوه المواطنين، وهذا شيء ينعش وهذا يأكد أن العمل الأمني كان في المستوى، فما الإحساس بالأمان والطمأنينة، وهذا هو اللي نخدم عليه. الحمد لله احنا نحب نأكد أن المؤسسة الأمنية دائما في خدمة المواطن، في خدمة تونس. نحب شعب تونسي آمن مطمئن وعنده روح معنوية عالية وينظر للمستقبل بأحلام جدية. الأولويات التي سيعمل عليها السيد شرف الدين في عودته مجددا لوزارة الداخلية، شنو حاجة اللي بديتها وتحب تكمل؟ العمل على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، العمل على مكافحة الإرهاب واجتثاثه أصلا من جذوره، وعمل الخطوات والمؤسسة الأمنية حققت نجاحات مشهود بها عالميا، بحيث ما بقاش حاجة كبيرة في العمل هذايا. دونك بإذن الله باش نوصل نتائج باهرة إن شاء الله، وبث الطمأنينة وبث نفوذ القانون باش يكون التونسي مطمئن في كل شبر من شعب الجمهورية، وما نسمحوا لحتى حد باش يمس من هيبة الدولة أو من شرف أو اعتبار المواطن أو المسؤول الأمني أو عون الأمن. ألف شكر. موضوع أن البلديات باش تصبح تابعة وزارة الداخلية، هل تم تفعيله ولا في انتظار قوانين؟ في المحالة هو هذا مش موضوع زيارتنا اليوم. أوكي. تحت الدرس وإن شاء الله باش نشوف اتجاه اللي فيه مصلحة تونس وشعب تونس. ألف شكر.